ممكن ناخد الاير ده في الاكل في انيمال سورسز، ولو كتبت اي انيمال سورس معاك مظبوط، بلانت سورسز واي حاجه برده مظبوط. لكن بدايه الكلام بتاعنا هو الابزوربشن بتاع الاير، وازاي بيحصل عمليه الابزوربشن او الامتصاص، وايه هي الفاكتورز او العوامل اللي بتاثر على الابزوربشن والاير. لما تيجي تبص معايا على العوامل اللي ممكن تاثر على امتصاص الاير، هتلاقي اول حاجه الاماونت، الكميه. يعني لو انا واخد كميه ايرن كبير، يبقى بالتالي يحصل امتصاص لكميه اكبر من الايرن. تاني فاكتور ممكن ياثر على امتصاص الايرن هو الستيت اوف ايرن، يعني حاله الايرن. قصده ايه بكلمه حاله الايرن؟ الايرن او الحديد اللي بناخده في الاكل بيكون في صوره فرق اف في موجب 3. اول لما بناخده بينزل في المعده، عندنا المعده بتطلع عليه اتش سي ال وفيتامين سي وكمان امينو اسيد سيستين. الثلاثه دول مع بعض بيحولوا الحديد الثلاثي اللي هو الفرق الى حديد ثنائي فرق، وهي دي الصوره اللي بيحصل عليها ابزوربشن او امتصاص للايرن. يبقى لو حاله الايرن اتغيرت وما قدرناش نكون الحديد الفرس، يبقى انا كده حكمت على ايرن ومش هيحصل له عمليه امتصاص. ده ممكن يحصل امتى؟ ده ممكن يحصل في واحد عامل جاستريكتومي مثلا، واحد كان عنده ورم في المعده وعملنا له جاستريكتو مشلنا له المعده، مش هيقدر ان هو يحول الحديد الثلاثي لحديد ثنائي، وبالتالي مش هيبقى فيه امتصاص للايرن. من ضمن الحاجات اللي ممكن بتاثر على الابزوربشن في الايرن كمان حاجه زي السوليبيليتي بتاع الايرن. في بعض المركبات ممكن تكون موجوده في الاكل تمنع امتصاص الحديد، زي الاوكزاليك اسيد، زي الفايتيك اسيد، زي الفوسفات. كل دي حاجات لو موجوده في الاكل لقينا ان هي بتمسك في الايرن وبتكون مركبات كبيره انسوليبل، ما يحصلهاش امتصاص. عشان كده اضاف سطر وقال ان الايرن اللي بناخده في انيمال سورس عمليه الابزوربشن بتاعته اسهل كتير من الايرن لو خدناه في بلانت سورس. طب ليه؟ قال ان البلانتس او النباتات بيبقى فيها الاوكزاليك والفايتك والفوسفات والحاجات دي موجوده في البلانتس كتير، فبتمسك مع الايرن وتمنع امتصاصه. على عكس الايرن اللي بتجيبه من انيمال سورسز الميت مثلا، ما بيكونش فيه المركبات دي، وبالتالي عمليه الابزوربشن بتاع الايرن بتكون اسهل. من ضمن الفاكتورز برضه اللي بتاثر في امتصاص الايرن حاجه زي السيروبلازمين اللي خدناه المره اللي فاتت، وقلنا ده بيخش في تصنيعه الكبر. السيروبلازمين ايه دوره في عمليه امتصاص الايرن؟ زي ما هنشوف السايكل اللي قدامنا دي، الحديد بعد ما بيحصل له امتصاص بيخش جوه خليه الانتستين، وبيحصل له امتصاص وبيخش في الدم في صوره فرس اف في موجب 2. لازم علشان الحديد يمشي في الدم ويتشال على الكارير بتاعه اللي هو الترانسفيرين، لازم يتحول في الدم من حديد ثنائي لحديد ثلاثي. واللي بيقوم بالعمليه دي هو السيروبلازمين اللي احنا بنتكلم عنه، او اللي بنسميه اسم تاني فيروكسيديز انزيم. يبقى يا بنقول عليه سيروبلازمين يا بنقول عليه فيروكسيديز، ده اللي بيحول الحديد الثنائي الى حديد ثلاثي. طيب ده برضو ايه دوره في عملية امتصاص الايرن؟ احنا اللي عارفينه ان هو هيحول الحديد من ثنائي لثلاثي، لكن ايه دوره في عملية الامتصاص؟ تخيل لو معايا السيروبلازمين ده ما كانش موجود، ساعتها الفرس هيبقى فرك، وساعتها كان الحديد الثنائي ده هيزيد. طب لما الحديد الثنائي يزيد، كانه بالظبط بيقول للخليه ما تدخليش حديد فرس لانه اصلا موجود في الدم كتير، يعني هيعمل انهبيشن على عمليه الابزوربشن، يقلل امتصاص الحديد. فلو الحديد الثنائي ما تحولش لثلاثي وعيني في الدم، يرجع للخليه يقول لها ما تمتصش حديد، انت عندك الفرس اساسا عالي في الدم، فلازم ده يمتص عشان يتحول لده، يتشال على الترانسفيرين فيسيب مكانه في الدم فاضي عشان ادخل فرس تاني مكان. يبقى السيروبلازمين لو حصل فيه ديفكت او حصل فيه مشكله،
معنى كده ان حكمت على الايرون ومش هيتحول من فرس الى فرن، يعني عملت عمليه بلوك او انيبيشن على الابزوربشن بتاع الايرون. اما اخر حاجه بتساعد في الابزوربشن بتاع الايرون او لها تاثير في امتصاصه هي مركب اسمه هيبسيدين، والهيبسيدين ده احنا هنتكلم عنه دلوقتي مع الميكانيزم اوف ابزوربشن. نركز ده مع بعض عشان الابزوربشن والترانسفيرين سايكل موجوده في الكتاب في صوره ملخبطه، عايزك تفهمها معايا في الرسمه دي. دلوقتي انا اخدت اكل فيه حديد، والحديد موجود في الاكل في صوره فرن موجب 3. في وجود ال HCl وفيتامين سي هيتحول الى فرنس Fe موجب 2، واللي عشان يحصل له امتصاص ويخش جوه خليه الانتستين بيحصل له امتصاص بكارير اسمه ديفيلنت ميتال ترانسبورتر 1، هنكتبه دي ام تي 1 صح، وناخد الدرجه بتاعتها. كارير اسمه دي ام تي 1، الكارير ده هيروح واخد الحديد الثنائي للتجويف الامعاء ويدخله جوه خليه الانتستين. ادي الحديد الثنائي اهو. بعد ما الحديد الثنائي دخل جوه خليه الانتستين يمشي في الخليه لحد ما يروح الناحيه الثانيه، يلاقي الكارير اللي اسمه فيرو بورترين. الكارير ده واقف عشان ياخد الحديد الثنائي ويروح مدخله في الدم. يبقى انا دلوقتي عندي كام كارير اتعاملوا مع الاير؟ 2، واحد عند السيرفس اللي قصاد اليومن اسمه دي ام تي 1 خد الحديد الثنائي دخله جوه الخليه. الكارير الثاني خد الحديد الثنائي ودخله في الدم اسمه فيرو بورترين. طيب لو كميه الحديد اللي داخله جوه الخليه كتيره، ساعتها شويه حديد يحصل لهم امتصاص وشوية يتخزنوا جوه خلية الانتستين. الشوية اللي هيتخزنوا جوه خلية الانتستين هيتحول فيها الايرن من حديد ثنائي لحديد ثلاثي، ويتخزن على الكارير بتاعه جوه الانتستين اللي اسمه فيريتين. طب عشان احول الحديد من ثنائي لثلاثي جوه خلية الانتستين عشان اكون الفيريتين احتاجنا انزيم اسمه هيفاستين. الهيفاستين ده هو اللي حول الايرن الفرس الى فر عشان يتخزن على مين؟ على الفيريتين. طب الكلام ده لو كان الحديد زايد فشويه دخلوا جوه وشويه اتخزنوا في صوره فيريتين، لو حصل ايرن ديفيشنسي وفي نقص في الحديد جوه الجسم ايه اللي يحصل؟ تروح خلايا الانتستين تطلع الحديد الثلاثي اللي فيها وترجعه تاني حديد ثنائي تدخله جوه الخليه بنفس الانزيم اللي هو الهيفاستين. بس قال في نقطه مهم قوي لازم نعرفها اللي هو الهيبسيدين ده. ايه الهيبسيدين ده بقى؟ قال الهيبسيدين ده بروتين بيتصنع من الليفر. وبعد ما بيتصنع الهيبسيدين من الليفر يروح يمسك مع الفيروبورتين، يمسك مع البروتين ده. طب ليه؟ البروتين ده دوره ان هو يعمل امتصاص للايرن، صح؟ الهيبسيدين بيعمل انهيبيشن على البروتين ده او على الكارير ده. يعني بيقلل عمليه امتصاصه للاير. اصل الفيرو بورترين لو اتساب من غير الهيبسيدين شغال لوحده هتبص تلاقيه عمال يدخل ايرن عمال على بطال، فممكن يعمل لنا ايرن توكسيستي. فلازم اعمل عليه كنترول. نعمل عليه كنترول ازاي؟ بيجي الهيبسيدين ده اللي هو بيتصنع في الليفر يمسك مع الفيرو بورترين ويخليه ما يشتغلش، فيقلل الكفاءه بتاعته، فما يعملش امتصاص لكل الايرن اللي موجود في الاكل، يعمل امتصاص لشويه وشويه لا. عشان كده لقينا ان الهيبسيدين ده بيقل تصنيعه في حالات الانيميا مثلا وحالات الهايبوكس. اشمعنى؟ لو واحد عنده انيميا انا محتاج اصنع هيموجلوبين كتير، فتلاقي الليفر يبدا يقلل تصنيع الهيبسيدين، لان كل ما الهيبسيدين يقل كل ما الكارير ده يحصل له ايه؟ يشتغل، يقوم يدخل ايرن عشان يصنع هيموجلوبين. برضه في حالات الهايبوكس انت محتاج ار بي سيز عشان تشيل اكسجين، تلاقي الهيبسيدين يقل عشان الكارير ده يشتغل ويعمل ابزوربشن لمين؟ للايرن. العكس بقى لو في حاله فضلت مدوخه الناس كتير مش عارفين يفسروها لحد ما اكتشفوا الهيبسيدين ده، على طول لما عيان بيكون عنده كرونيك انفكشن او كرونيك انفلاميشن، واحد عنده التهاب مزمن في اي مكان، واحد عنده تيبركلوز مثلا، عنده تي بي درن، والموضوع مع العيان كرونيك، لقوا ان دايما اي كرونيك انفكشن او اي كرونيك انفلاميشن في الجسم بيكون معاه انيميا ومش عارفين سبب الانيميا ايه، لحد ما اكتشفوا الهيبسيدين ده. لو ان مع الانيميا
الليفر بيصنع الهيبسيدين او مع الكرونيك انفلاميشن بيصنع الهيبسيدين كتير. طب لما الهيبسيدين يكتر يمسك في الكارير ده ويعمل ايه في امتصاص الايرن؟ يقلله. وهو ده كان بيبقى السبب في الانيميا في العيانين اللي عندهم كرونيك انفكشن او كرونيك انفلاميشن. الايرن بعد ما حصل له امتصاص ودخل جوه الدم بيشتغل عليه زي ما قلنا السيلولوبلازمين او اللي سميناه فيروكسيديز انزيم. يروح واخد الحديد يحوله من فرس ثنائي الى فرق ثلاثي عشان يبدا يتشال على الكاريرز بتاعته اللي موجوده في الدم. والكاريرز اللي بتشيل الايرن في الدم هي الترانسفيرين. الترانسفيرين ده مكان او بروتين في تو سايتس، في مكانين زي ما احنا شايفين كده، بيشيل على كل واحد فيهم ذره حديد ثلاثي. يبقى الترانسفيرين بيشيل كام جزء ايرن؟ 2. يجي الترانسفيرين يروح لخلايا الجسم عشان يديها الحديد، واشهر مكان او اهم مكان هيروح يديله الايرن هو البون مارو عشان يصنع ارتزيز. يروح رايح الترانسفيرين على خلايا البون مارو عشان يخش في السايكل اللي بنسميها ترانسفيرين سايكل. بيعمل ايه الترانسفيرين؟ يروح على الخلايا يلاقي الريسبتور بتاعه واقف مستنيه، ادي الريسبتور اهو اسمه ترانسفيرين ريسبتور 1، ده الريسبتور بتاعه. يروح جاي الترانسفيرين شايل 2 ايرن منهم فرق، ويروح ماسك في الريسبتور بتاعه اللي موجود على الخلايا. دلوقتي اصبح ريسبتور ماسك مع ترانسفيرين، يعني حاجتين ماسكين في بعض، صح؟ اقول عليهم مونومر ولا دايمر؟ دايمر. عشان كده بيتكون عندي دايمر. الدايمر ده او المركب الثنائي ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من الريسبتور زائد الترانسفيرين، ادي الحاجتين بتوعه. عشان كده بقول على الاثنين دول دايمر. بعد ما بيتكون عند الريسبتور بالترانسفيرين تروح جاي الخليه عامله الريسبتور والترانسفيرين اندوسيتوزس. تروح لفه عليهم ومدخلاه جوه الخليه. اول ما يدخل جوه الخليه، الخليه بتاعت البون مارو عايزه تاخد الايرن، عايزه تسحب الحديد ده. طب الايرن اللي متشال على الترانسفيرين حديد ثلاثي ولا ثنائي؟ ثلاثي. يقول لك عشان الترانسفيرين يسيبه لازم نحوله من حديد ثلاثي الى حديد ثنائي. ساعتها الترانسفيرين ما يقدرش يشيله. هو انا عشان احول الحديد من ثلاثي لثنائي محتاج وسط حمضي ولا قلوي؟ حمضي اتش سي ال زي ما عملنا في الماء. فبيقول لك الخليه تروح جايه اي احماض، اي هيدروجين، اي حاجه في الخليه تعتبر حمض تشفتها حوالين الفيزيكال دي، بحيث ان هي تحاول الخليه ان هي توفر حوالين الفيزيكال دي وسط ايه؟ حمضي. يعني نقدر نقول ان هي بتعمل اسيديفيكيشن للفيزيكال دي، بتحول او بتحاول ان هي توفر حواليها وسط حمضي، اي احماض في الخليه تشفتها حوالين الفيزيكال دي، بحيث ان اول ما الوسط حوالين الفيزيكال يتحول الى وسط حمضي ايه اللي يحصل في الحديد؟ تحول من ثلاثي الى ثنائي. واحنا لسه قايلين الترانسفيرين بيشيل حديد ثلاثي، أول ما الحديد يتحول لحديد ثنائي الترانسفيرين ما يقدرش يشيله، يروح سايبه جوه السيتوبلازم، يروح طالع بره الفيزيكال ويفضل عند الريسبتور ماسك في الترانسفيرين اللي هو فاضي ومفيش فيه حديد. ويروح جاي بعد كده بالعكس الاندوسيتوزس اللي احنا بنسميه اكزو سيتوزس، نروح مرجعين تاني الريسبتور للترانسفيرين عشان الترانسفيرين يروح يجيب حديد من أول وجديد ويعيد السايكل دي من أول وجديد اللي احنا سميناها الترانسفيرين سايكل. دي قصة الحديد من أول ما بيحصل له امتصاص لحد ما بيخش جوه الخلية. هو موجود في الأكل في صورة حديد ثلاثي، في وجود HCl وفيتامين C يتحول لحديد ثنائي، يحصل له بعد كده عملية ابزوربشن عن طريق كارير اسمه DMT1. يدخل الحديد الثنائي جوه خلية الانتستين قدامه سكة من اثنين. يا إما يحصل له امتصاص ويخش في الدم عن طريق كارير اسمه فيرو بورتلين. وقلنا الكارير ده في حاجة بتعمل عليه كنترول اسمها هيبسيدين، والهيبسيدين ده بروتين بيتصنع في الليفر ودوره ان هو يعمل انهبيشن على الفيروبورترين عشان يخليه ما يشتغلش عمال على بطال، يعمل امتصاص في الحديد عمال على بطال. طب الفيروبورترين دلوقتي ما بيعملش امتصاص للحديد كله، يعني معنى كده ان في شوية حديد هيخش جوه الخلية، شوية يحصل لهم امتصاص، والشوية الزايدين يتحولوا إلى حديد ثلاثي يتخزن جوه خلية الانتستين في صورة فيريتين. لو الخليه احتاجت الحديد بتاع الفيريتين يرجع تاني يتحول لحديد ثنائي ويحصل له عمليه امتصاص. اللي بيحول الحديد الثنائي لثلاثي والعكس جوه الانتستين انزيم اسمه هيفاستين.
بعد ما يخش الحديد الثنائي جوه الخليه هيشتغل عليه السيلوبلازمين او الفيروكسيديز يحوله من ثنائي الى ثلاثي علشان يتشال على الترانسفيرين. الترانسفيرين لما بيشيل الحديد يروح ماسك في الريسبتور بتاعه في الخليه، يحصل له اندوسايتوزس، الخليه تعمل اسيديفيكيشن وتوفر وسط حمضي حوالين الفيزيكال دي، فيتحول الحديد من ثلاثي الى ثنائي ويسيب الترانسفيرين ويطلع، ويفضل عند الريسبتور ماسك في الترانسفيرين فاضي، يطلع على السيرفيس بالاندوسايتوزس ويطلعهم بره. تيجي بعد كده نتكلم عن وظائف الحديد، هتلاقي الوظائف بتاعته كلام كله قديم بقى وكلام كله تجميعات. يقول لك الحديد عندنا له شكل من اثنين، يا اما نون هيم يا اما هيم. طبعا نون هيم اير اللي هو حديد ثلاثي او ثنائي، حديد مش ماسك في حاجه، ده اسمه نون هيم. لكن الهيم اير من اللي هو ايه؟ اللي هو اير زائد بروتين اسمه بروتو بورفيرين، وخدنا خطوات تصنيع الهيم بالتفصيل. فالهيم مركب كبير عباره عن ايرن وبروتو بورفيرين. اما النون هيم ايرن يعني حديد ثنائي او ثلاثي مش ماسك في حاجه، نون هيم والنون هيم. فاضاف وقال النون هيم ده بيخش في تصنيع ايه؟ كلها حاجات على السطور. ادي الفيريتين، شايل هيم ولا نون هيم؟ نون هيم. ادي الترانسفيرين، شايل هيم ولا نون هيم؟ نون هيم. الترانسفيرين ده لما بيتكسر بيديني حاجه اسمها هيموسيدرين، هيبقى شايل هيم ولا نون هيم؟ نون هيم. في عندنا انزيمات زي انزيم مشهور قوي اسمه هوموجينتسيك اسيد اوكسيديز، لما بينقص بيعمل لكم المرض المهم قوي في الوزن اللي لازم يجي لكم في الامتحان، الكابتنوريا اللي هو بلاك يورين، ده نقص الهوموجينتسيك اسيد اوكسيديز. الهوموجينتسيك اسيد اوكسيديز ده لما جم يبصوا في تركيبه لو انه بيكون فيه ايرن بس، هيم ولا نون هيم؟ نون هيم. ادي وظائف النون هيم، بيخش في بعض الانزيمات زي الهوموجينتسيك اسيد اوكسيديز، بيخش في تصنيع الفيريدين، بيخش في تصنيع الترانسفيرين، بيخش في تصنيع الهيموسيدرين اللي هو ناتج من تكسير الترانسفيرين. طب ايه الهيم؟ طبعا الهيم اللي هو ايرن مع بروتوبورفين. لو قلت لك ايه وظائف الهيم هتقول لي رقم واحد بيخش في تصنيع هيموجلوبين، ثاني حاجه مايوجلوبين. ايه الفرق بين الهيموجلوبين والمايوجلوبين؟ الهيموجلوبين ده اللي بيشيل الاكسجين في الار بي سي صح؟ المايوجلوبين ده زيه بيشيل الاكسجين بس فين؟ في المصر. فالهيموجلوبين في الار بي سي والمايوجلوبين في المصر الاثنين عباره عن هيم زائد جلوبين، بس ايه الفرق؟ الفرق ان الهيموجلوبين عباره عن جلوبين ماسك معاه كام جزيء هيم؟ اربعه. اما المايوجلوبين عباره عن جلوبين ماسك معاه كام جزيء هيم؟ واحد بس. يبقى لو واحد هيم مع واحد جلوبين ده اسمه مايوجلوبين، لو اربعه هيم ماسكين في واحد جلوبين يبقى ده اسمه هيموجلوبين. كمان ممكن الهيم يخش في تصنيع بعض الانزيمات زي السيتوكرومز، السيتوكرومز اللي خدناها في الريسبيراتوري تشين، سيتوكروم A و A3 و B و C، كل دول لما كنا خدناهم لو تفتكروا كنا بنقول بيخش في تصنيعهم هيم. كمان بعض الانزيمات زي الكاتاليز وزي البيروكسيديز خدناهم في الاتش ام بي شنط، دي كانت الانزيمات اللي بتتخلص من الاتش 2O2، الكاتاليز والبيروكسيديز، الاثنين دول لو جينا نبص على تركيبهم هنلاقي بيخش في تركيبهم هيم. يبقى وظائف الاير كلام فارغ لما تقولي ده بيخش يا اما يكون ايرن بصوره هيم او نون هيم، والنون هيم في الريتين او ترانسفيرين او هيموسيدرين، وتقول الهيم هيموجلوبين مايوجلوبين سيتوكروم او بعض الانزيمات زي الكاتاليز والبيروكسيديز. في عندنا شويه نسب موجوده عندكم، يعني نسبه الحديد في الدم قد ايه، نسبه الفيريتين في الدم قد ايه، نسبه الترانسفيرين قد ايه. الهمين ان انت تكون عارف الفرق ما بينهم عشان الامراض. لو انا عندي نسبه الايرن في الدم مثلا قلت لك ان هي 150 مايكروجرام بالديسيليتر، دي نسبه الحديد. وانا اقول لك انا عندي الترانسفيرين اللي هو بيشيل الحديد، المفروض ان الترانسفيرين 30 ل 40% منه هم اللي بيكونوا شايلين حديد. طب وال 60 او 70% الباقيين بيكونوا فاضيين مش شايلين حاجه. يبقى الترانسفيرين اللي في جسمنا كله مقسوم 30% و70%. 30% من الترانسفيرين شايل حديد و70% فاضيين مش شايلين حاجه. او من 70% دول احنا بنسميهم الاير بايندنج كاباسيتي، يعني سعه الجسم انه يمسك في حديد قد ايه؟ اللي هم ال 70% اللي هم فاضيين دول، هي دي سعه جسمك انه يشيل حديد. طب ال 30% دول خلاص مش هيعرفوا يشيلوا حاجه لانهم اصلا شايلين حديد بالفعل. يبقى الايرن بايندنج كاباسيتي
يعني ساعد جسمك انه يشيل حديد هي الكميه اللي فاضله من الترانس في الرين. طب دلوقتي سؤال، لو واحد عنده اير ميتوكسيستي او عنده الحديد زاد، هاجي اقيس الايرن في الدم هلاقيه ماله؟ عالي. طب لما الحديد يكتر في الدم معنى كده انه هيمسك في ترانسيت في الرين اكتر، صح؟ يبقى يحصل ايه في الايرن بايندنج كاباسيتي؟ هتقل. يبقى مع الايرن توكسيستي الايرن بيزيد، لكن الايرن بايندنج كاباسيتي بيحصل لها ايه؟ بتقل. طب تعالى كده في العكس، لو واحد عنده الايرن بيقل، يبقى معنى كده ان الكميه اللي هتمسك في الترانسيت في الرين هتبقى ايه؟ قليله، يبقى الكميه الفاضيه هتبقى كبيره، يبقى التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي يحصل لها ايه؟ هتزيد. يبقى في علاقه عكسيه ما بين كميه الايرن وما بين الايرن بايندنج كاباسيتي اللي هي الساعه بتاعه جسمك انه يمسك في الحديد. كل ما الايرن يكتر يبقى هيمسك في ترانسفيرين اكتر، يبقى الساعه اللي فاضيه هتحصل لها ايه؟ هتقل. يبقى التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي هتكريس، كل ما الايرن يقل كل ما التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي هيحصل لها ايه؟ هتزيد. يجي هنا السؤال اللي هيفرض نفسه، طب ايه هي اسباب الايرن توكسيستي وايه اعراضها؟ ايرن توكسيستي تسمى مرض هيموكروماتوزيس او بنسميها اسم تاني برونز دايابيتس. يبقى السؤال بيجي لك ثلاث اشكال، يا برونز دايابيتس يا هيموكروماتوزيس يا ايرن توكسيستي. الايرن لما بيزيد في الدم ايه اللي ممكن يزوده؟ يقول لحضراتكم في اسباب هيريديتري حاجات وراثيه، وفي عندنا اسباب اكواير. اسباب هيريديتري زي ايه؟ واحد عنده الامتصاص بتاع الايرن كتير نتيجة إن عنده مشكلة في الجين بتاع الهيبسيدين، فالهيبسيدين ما بيتصنعش، وإحنا لسه قايلين الهيبسيدين ده بيعمل إيه على الأيرن أبزوربشن؟ إنهبيشن، صح؟ طب لو هو ما عندوش هيبسيدين هيحصل إيه في الأيرن أبزوربشن؟ هيزيد، يوم يزود الأيرن في الجسم، دي حاجة. أو لو حصل خلل في الفيرو بالروتين بورتينين، بس الخلل ده بالزيادة، يعني خلاه يشتغل أكتر، خلاه مور أكتف، فدخل ايرن اكتر يعمل ايرن توكسيستي. او لو حصل مشكله في الجينات بتاع الترانسفيرين، فالترانسفيرين بايظ مش عارف يشيل ايرن، فالايرن بيحصل له امتصاص والكارير ده بايظ مش عارف يشيله، فيحصل ايه في الكارير في الدم؟ يعني في الايرن في الدم هيعمل. دي كلها اسباب احنا هنا داخل فيها، ولا الطفل مولود من المشكله دي؟ ده واحد مولود يا عنده ده بايظ يا ده بايظ يا ده بايظ، دي حاجات هيريديتري كلها. ممكن تكون المشكلة اكواير بقى ازاي؟ واحد عنده هيموليتيك انيميا، عنده ثلاسيميا، الاربيزيست بتاعته عمالة تتكسر، كل ما الاربيزيست تتكسر بتطلع الحديد اللي فيه، يحصل له ايرن توكسيستي، وارد؟ وارد. واحد تاني عمال بياخد نقل دم، ريبيتد بلاد ترانسفيوجن. لأن كرات لأن الأكياس بتاعة الدم بتكون مركونة فترة. فالاربيزيست اللي فيها بيحصل لها إيه؟ بتتكسر. فبتلاقي دايما أكياس الدم لو ما كانتش فريش، لو مركونة بقالها فترة في التلاجة، بتلاقي الاربيزيل اللي جواها متكسره ومطلعها حديد. فانت لما بتنقل العيال دم بتنقله دم ومعاه كمان حديد. مش هتيجي من كيس واحد، لكن لو عيال حصل له ريبيت بلاد ترانسفيوجن خد اكتر من كيس غالبا بيجي له ممكن ايرن توكسيستي. الاحتمال الثالث بقى، واحد كان عنده انيميا. وانيميا ناقص حديد، لما جينا شخصنا وعملنا التحاليل بتاعتنا هنا عنده ايرن ديفيشنسي، قلنا خلاص سبب الانيميا دي ان عنده نقص في الحديد، فكتبنا له ايه؟ كتبنا له حديد. حقن حديد في السو في الوساك بياخدها على المحلول، العام بعدها بيتحسن. كتبنا له اربع حقن كل اسبوع حقن. راح خد الاربع حقن، بعد الاسبوع عمل تحليل دم لقى الهيموجلوبين بتاعه رجع للنورمال، الراجل بقى كويس. هو خايف لا يخش بانيميا تاني، فمن نفسه راح جاب كمان اربع حقن. تمام؟ هو حديد ده بياخد حديد. بعد ما خلص الاربع حقن راح واخد كمان اربع حقن. هو خايف لا يجي له انيميا، فراح جايب لنفسه ايرن توكسيستي، عمال يعبي نفسه الحديد. ايرن توكسيستي الحديد زاد نتيجه مشكله اقوياء زي ما احنا بنقول، او حاجه هيريديتري زي ما شرحنا، وحصلها ان هي ان الحديد ده هيعلى في الدم، يترسب في ثلاث اماكن ويعمل الاعراض بتاعه المرض. هيترسب في الليفر ويعمل ليفر سيروزس، تليف في الكبد. هيترسب في البنكرياس ويعمل دايابيتس، يبوظ البنكرياس. يترسب تحت السكن ويعمل برونز دايابيتس، يخلي لون السكن زي لون البرونز، لون نحاسي كده، عشان كده بيسموه برونز دايابيتس. برونز عشان لون السكن بيعمل زي البرونز، دايابيتس عشان بيدمر البنكرياس وبيعمل دايابيتس، يبقى اسمه برونز دايابيتس او ايرن توكسيستي او هيمو كروماتوز. ماشي؟
طبعا الايرون ديفيشنسي العكس، واحد عنده نقص في الحديد، نقص في الحديد ده ممكن يكون نتيجه انه ما بياخدش اكل كويس، في نقص في الايرون انتيك، عنده مشكله في الابزوربشن، واحد عامل جاستريك ومشايل المعده ما بيطلعش عنده اتش سي ال، اي حاجه من الحاجات دي هتعمل ايرون ديفيشنسي. بعد ما خلصنا الايرون هنتكلم بعد كده عن الزنك. الزنك في منتهى البساطه مفيش فيها حاجه خالص، هما كلمتين فارغين، يبقى الف خمس دقايق. الزنك ده لما جه يتكلم عنه قال انا عايزك تعرف لما نيجي نتكلم في عمليه الامتصاص بتاعته، احنا محتاجين اول حاجه البنكرياس علشان يطلع لنا بروتين يمسك في الزنك، وبعد ما البروتين اللي طلع من البنكرياس يمسك في الزنك تيجي النقطه رقم 2، يجي الزنك يخش على خلايا الانتستين يلاقي كارير خدناه المره اللي فاتت اسمه ميتالو سايونين. بقول لك الميتالو سايونين ده الكارير اللي بيعمل امتصاص للزنك، وبيعمل كمان امتصاص خدناه المره اللي فاتت لمين؟ للقمر. عشان كده قلنا اي زياده في اي واحد من الاثنين دول بيأثر على الثاني، الاثنين بيتنافسوا مع بعض على نفس الكارير. يبقى امتصاص الزنك هما كلمتين، بيخرج له بروتين من البنكرياس يمسك فيه، وبعد كده ينزل على الميتالو سايونين يحصل له عمليه ابزورب. بعد ما حصل امتصاص للزنك، الفوائد بتاعه الزنك اول حاجه واهم حاجه انه بيخش في تصنيع الدي ان اي بوليمريز انزيم، معنى انه بيساعد في تصنيع الدي ان اي بوليمريز اللي هو بيعمل ايه في الدي ان اي؟ دي ان اي ريبليكيشن، صح؟ ومعنى انه بيساعد في الريبليكيشن يبقى الفايده رقم 2 انه بيساعد في السيل جروث نمو الخلايا. تبقى النقطه رقم 3 بيساعد في الهيلينج اوف ووندز، واحد اتجرح الخلايا المفروض ان يحصل لها بروليفريشن عشان تلم الجرح، جرح عشان يحصل بروليفريشن ويحصل انقسام محتاج دي ان اي بوليمريز اللي بيخش في تركيبه مين؟ الزنك. رقم 4 قال هو بيتخزن في الليفر وبيساعد الليفر ان هو يخرج فيتامين ايه اللي موجود جواه، يعني فيتامين ايه متخزن في الليفر برضه. عشان فيتامين ايه يروح للخلايا ويشتغل ويقوم بوظايفه، اللي بيخرج فيتامين ايه من جوه الليفر لبره هو الزنك. يعني لو في نقص في الزنك هل فيتامين ايه هيعرف يخرج من الليفر؟ يبقى هيعرف يشتغل، يبقى هيحصل للشخص ده نقص في فيتامين ايه. كمان النقطه رقم 5 قال ان هو بيخش في تصنيع بروتين اسمه جوستين، والجوستين ده بروتين موجود في التست بارت، يعني هذا التذوق اللي موجوده في اللسان. علشان كده لو حصل لخبطه او نقص في الزنك تلاقي فيه مشكله في الابيتايت في معالجه التذوق او في موضوع الاكل ده. النقطه رقم 6 قال ان الزنك بيعمل انهبيشن على البروتيوليتيك انزيم، واضح من اسمه بروتيوليتيك انزيم، يعني انزيم بيحلل مين؟ البروتين. بس فين البروتيوليتيك انزيم ده؟ ده في التستس في الخصر. التستس على طول بيحصل لها بروليفريشن في الخلايا بتاعتها عشان بتطلع الجرمان، المفروض ان باستمرار في بروليفريشن. لو اتثابت من غير بروتيوليتيك انزيم التستس ممكن تقلب بكانسر يحصل فيها تضخم هايبرتروفي نتيجه البروليفريشن اللي شغال فيها باستمرار. فلازم البروتيوليتيك انزيم ده يكون موجود عشان اي زياده في الخلايا يعمل فيها ايه؟ يكسرها. بس برضه البروتيوليتيك انزيم لو فضل شغال من غير كنترول هيفضل يكسر في خلايا التستس لحد ما يعمل عكس، بعد ما كنا خايفين من هايبرتروفي يحصل في التستس اتروفي. مين اللي بيعمل كنترول على البروتيوليتيك انزيم؟ هو الزنك. بيعمل انهبيشن على البروتيوليتيك انزيم. اخر حاجه عايزين نقولها بالنسبه للزنك ان الزنك ده بيروح يحافظ على الاستابيليتي بتاعت الفيزيكلز اللي شايله الانسولين، يعني الانسولين متخزن جوه الحويصلات بتاعته في خلايا البيتا سيل والبنكرياس. اللي بيعمل استابيليتي للفيزيكلز دي هو الزنك. وبناء عليه نقدر نقول بقى لو حصل عجز او خلل في الزنك هتيجي تبص تلاقي الدي ان اي بوليمريز مش هيشتغل كويس، يبقى النتيجه الطبيعيه ان مش هيحصل جروث في الخلايا كويس، يبقى يحصل ديليد هيلينج اوف ووندز، واحد يتجرح هياخد وقت على ما يلم الجرح. مهم علشان خروج فيتامين ايه من الليفر يبقى فيتامين ايه مش هيخرج، يحصل نقص في فيتامين ايه، واللي اهم اعراضه هي الدرماتيتس التهاب في السكن. الجوستين اللي هو موجود في التست بادز في اللسان مش هيتصنع، فيحصل لخبطه في الابيتايت الشهيه بتاعه الشخص ده. وعشان كده ده من ضمن النظريات اللي فسرت قصه الوحم عند الستات الحوامل. يقول لك يا بتوحم ليه؟ يقول لك من ضمن النظريات اللي اتحطت قصه الزنك ده، لان من اسباب ومن اشهر اسباب نقص الزنك هو زياده الديموند عند الست البريجننت. الست الحامل بتحتاج كميه زنك ضعف البني ادم الطبيعي، فلو جه عندها زنك ديفيشنسي او نقص في الزنك الجوستين ده بيتصنعش كويس، فتبدا تحس بالقصه بتاعت الوحم. اول ما تديها حقنه زنك هترتاح من القصص والافلام دي كلها. ماشي؟
مش عايزه تاكل، لا هو حصل لخبطه في التست بانس. وصفر اللخبطه دي ايه بقى؟ ماشي، كل واحده والتست بانس بتاعتها بقى، كل واحده ماشي. فالمهم بعد كده الزنك لو نقص هو بيعمل انهيبيشن كمان على البروتيوليتيك انزايم، يبقى مفيش حاجه هتعمل انهيبيشن على مين؟ على البروتيوليتيك انزايم. تاكل في التست هتعمل هايبوجوناديز يعني اتروفي في التست. طبعا اسباب النقص ايه؟ اه يا الزنك تعمل كنترول على البروتيوليتيك انزايم بتاعك دي. دلوقتي اسباب النقص ايه؟ قلنا اول حاجه زياده الديموند في الست البريجننت، ثاني حاجه هو بيتخزن في الليفر، فلو واحد عنده ليفر ديزيز او ليفر سيروزز يبقى مش هيعرف يستفيد من الزنك اللي عنده، صح؟ لو واحد بياخد توكسيك دراج، دواء توكسيك على الليفر، الدواء ده يروح يبوظ الليفر يخليه برده مش عارف يستفيد من الزنك. او الاولد ايج اللي مكتوب عندكم، طب ليه الاولد ايج ممكن يخلي نقص يعمل نقص في الزنك؟ لان الاولد ايج بيبقى فيه نقص حاجات كتير جدا مش في الزنك بس، لان الواحد لما بيعجز او بيكبر في السن قوي خلايا الجسم نفسها بتبقى تعبانه، بتبقى اجهدت، عمليه الابزوربشن ما بتبقاش بنفس الكفاءه في السن الصغير، فيبقى في نقص في الابزوربشن بتاع الزنك وغيره من المنبرز. ماشي، ده كده بالنسبه للزنك. بعد كده اخر حاجه عايزين نتكلم فيها هو السيتوكروم بي 450. بص الحاجات دي مش الشابتر الاخير اللي هو الزيرو بايوتك. مبدئيا الشابتر ده كان دايما كل رؤساء الاقسام قبل الدكتور عاطف كانوا بيلغوه خالص، ما كانش حد بيدخله في الامتحان. الدكتور عاطف لما جه السنه اللي فاتت لغى الشابتر كله، بس اقر عليكم حاجه واحده بس اللي هو السيتوكروم بي 450. الزيرو بايوتك لما نيجي نبص عليها، كلمه زينو يعني غريب وبايوتك يعني حيوي، فكلمه زينو بايوتك المقصود بيها يعني اي حاجه غريبه على جسمك البشري، من الاخر الدراج الادويه، اي دواء احنا بناخده هو ماده كيميائيه جسمنا المفروض ما بيصنعهاش، فتعتبر بالنسبه لنا زينو بايوتك. الجسم بيتعامل مع الزينو بايوتك ازاي؟ عن طريق ثلاث مراحل، في فيس 1 وفي فيس 2 وفي عندنا كمان فيس 3 فيس 3، ثلاث مراحل الجسم بيتعامل بيهم مع الزينو بايوتك. اول مرحله انا باخد الدواء بعد ما بستفيد بيه واعمل له دي توكسيفيكيشن، يعني احوله من ماده توكسيك الى ماده نون توكسيك. بعد ما احوله الى ماده نون توكسيك اجي في المرحله الثانيه واعمل له حاجه اسمها كونجيوجيشن. كونجيوجيشن يعني ازدواج. همسكه مع مركب ثاني، طب ليه بمسك الدواء مع مركب ثاني؟ علشان اخليه سوليبل يدوب في الميه. طب وانا لما اخليه يدوب في الميه مين اللي يعرف يتخلص منه؟ الكدني. عشان فيس 3 هي مرحله الاكسكريشن، يعني الجسم ياخد الدواء ده وينزله فين بقى؟ في اليوريا. يبقى اي دواء لو عايز اتخلص منه هعديه بثلاث مراحل، احوله من مركب توكسيك الى مركب نون توكسيك، دي اسمها فيس 1. فيس 2 اعمل له كونجيوجيشن، امسكه مع مركب يخليه سوليبل فيدوب في الميه، عشان اجي في المرحله الثالثه واعمل له اكسكريشن انزله فين؟ في اليوريا. فيس 2 و3 مش عايزين نعرف عنهم حاجه. فيس 1 انا عايز اعرف عنها كلمتين بتوع السيتوكروم بي 450. سيتوكروم بي 450 هو انزيم من ضمن الانزيمز اللي بتعمل ديتوكسيفيكيشن. اول حاجه قال لما نحب نعرف تسميته جت منين، قال سايتو لانه موجود جوه الخليه، كروم لان لو جينا نبص عليها دي مركب ملون له لون، كلمه كرون يعني له لون. 450 قال عشان لو احنا جبناه وحطينا السيتوكروم بي 450 ده في محلول وعدينا فيه خطوط ضوئيه، هنلاقي الخطوط الضوئيه كلها هتعدي ما عدا الخط الضوئي اللي طوله الموجي 450 نانو متر، هو ده الوحيد اللي هيحصل له امتصاص في المحلول. يبقى المركب ده اللي هو السيتوكروم بي 450 بيمتص الخط الضوئي اللي طوله الموجي كام؟ 450، عشان كده سميناه سيتوكروم بي 450.
سيتوكروم بي 450 ده انزيم بيجي على السينوبيوتكس وبيتخلص منه. والمثال بتاعه هو ده. قال السيتوكروم في منه عائلات كتير، في منه فاميليز كتير وجينات كتير في الجسم بتصنعه. عندنا تقريبا اكتر من 57 نوع من السيتوكروم بي 450 شغالين، كلهم بيشتغلوا بنفس الميكانيزم. يقول لك لو انا عندي مثلا ده كده الزينوبيوتك على سبيل المثال، وانا عاوز احوله من ماده توكسيك لماده نون توكسيك، قال السيتوكروم بي بيعمل ايه بقى؟ بيجي على الزينوبيوتك او على الدواء ده ويروح جاي مدخل عليه اكسجينتين اتنين اوتو، تفاعل قديم مش جديد على فكره. هاخد من الاكسجينتين دول اكسجينه فيفضل واحده، لو فضلت هتبقى فري راديكال. اعمل ايه فيها؟ هجيب لها هيدروجينتين. هجيبه منين؟ من السيتوكروم بي 450. لما اخد منه هيدروجينتين يتحول من ريديوسد الى اوكسيدايز سيتوكروم بي 450. طب لو عايز ارجعه تاني ريديوسد اضيف له ايه؟ هيدروجينتين. هنجيبهم منين؟ من على نات بي اتش زائد اتش، علشان كده السيتوكروم بي بيستعمل النات بي اتش كعامل مساعد. ماشي، يبقى السيتوكروم بي ضاف اكسجينه من اتنين، والاكسجين اللي فضلت حط لها هيدروجينتين. طب الاكسجين اللي ضافها دي ضافها فين؟ ضافها على اتش دي عشان تبقى ار او اتش. يبقى هو كده عمل ايه في الزينوبيوتيك؟ اضاف اكسجينه وكون او اتش، يعني عمل تفاعل هيدروكسيليشن. اصل احنا لقينا ان بعض المركبات او الزينوبيوتيك اي ماده كيميائيه تخش جسمنا، في مركبات لو عملنا لها هيدروكسيليشن تبقى نون توكسيك بالسيتوكروم، في مركبات لو عملنا لها اختزال ريدكشن تبقى نون توكسيك، في مركبات لو عملنا لها اوكسيديشن اكسده تبقى ايه؟ تبقى نون توكسيك. لكن السيتوكروم بيشتغل بأي ميكانيزم فيهم؟ بتاع الهيدروكسيليشن. تمام. كمان السيتوكروم بي 450 عايزين نعرف عنه كلمتين كمان. قال مش بالشرط ان السيتوكروم بي لما يعمل هيدروكسيليشن للزينوبيوتيك يحولها لمركب نون توكسيك. امال ايه بقى؟ قال ده ممكن السيتوكروم بي يشتغل على ماده توكسيك يحولها الى ماده كارسينوجينك، ماده مسرطنه. قال بس الكلام ده ما بيحصلش كتير، لو الكلام ده حصل غالبا مع بعض المركبات اللي موجوده في السجاير في التدخين، بيطلع مركبات بتنزل على اللنج اشتغل عليها السيتوكروم بي 450 يعمل لها هيدروكسيليشن فيحولها الى مركبات كارسينوجينك. والنوع ده من السيتوكروم اسمه سيتوكروم 1A1. النوع ده من السيتوكروم هو اللي بيشتغل على المركبات بتاعه التدخين وبيحولها الى مركبات كارسينوجين. عشان كده الناس اللي بتدخن سجاير هيفي سموكرز على اللونج ران بيبقوا عرضه اكتر طبعا للبرونكوجينيك كارسينوما اللي هي سرطانات الرئه بسبب القصه دي. انت عندك مواد اصلا بالفعل هي في راديكال في السجاير، عندك مواد توكسيك اساسا في السيجاره وفي مواد كارسينوجينيك، حتى المواد التوكسيك اللي فيها اللي مش كارسينوجينيك ممكن تخش جوه جسمك وتحول ايه؟ لمواد كارسينوجينيك. تمام؟ الجسم بعد كده ممكن يتعامل معاها باي مواد ثانيه غير السيتوكروم بي 450 ويرجع ثاني يحولها من كارسينوجينيك لمواد سوليبل. بس الفكره كلها الناس الهيفي سموكر مع التدخين بكميات كبيره الجسم ما عرفش يتغلب على الكميات الكارسينوجينكس الكتيره دي كلها. حاجه كمان برضو اتكلم عنها في السيتوكروم بي 450 حته الدراج انتر اكشن. يعني ممكن السيتوكروم يتداخل شغله مع شغل الدواء، مش على قد بس ان هو يكسره وخلاص. ده احنا لقينا ان السيتوكروم زي ما اتفقنا هو كل اللي عليه يعمل هيدروكسيليشن، صح؟ فلقينا ان في بعض الادويه ممكن لما يشتغل عليها السيتوكروم يعمل لها انهبيشن يخليها ما تشتغلش، زي مثلا مضاد حيوي اسمه اريثرومايسين. ونفس السيتوكروم لو اشتغل على دواء تاني يعمل له هيدروكسيليشن ويزود الاكتيفيتي بتاعه. يعني معنى كده ان السيتوكروم مش بالشرط ان هو يحول كل ماده من توكسيك الى نون توكسيك، ده في مواد ممكن يزود التوكسيستي بتاعتها، في مواد ممكن يزود الاكتيفيتي بتاعتها، مواد تانية ممكن يعمل لها انهبيشن. ده اللي احنا سميناه في الادويه دراج انتر اكشن، تداخل مع شغل الادويه. في ادويه ممكن السيتوكروم يعمل لها اكتيفيشن زي الميفاستاتين اللي احنا كنا بنديه عشان نعالج الكوليسترول العالي بيزود الاكشن بتاعه. وممكن يشتغل على ادويه تانية زي الاريثرومايسين يعمل عليه انهبيشن ويكسره فيقلل الاكتيفيتي بتاعه. تمام؟ ده كده بالنسبه للكلمتين اللي عايزين نعرفهم على السيتوكروم بي 450. طبعا عارف برضو كلام الكتاب حاطط العناوين دي وغير تحت منها الكلام ده الشيء كتير ملوش لازمه،
هتلاقي تحت كل باراجراف انا محتاج بس استغل اللي فيهم الكلمتين المفيدين الخاصين بالسيتوكروم بي، وهو لو جاب السيتوكروم بي 150 ده هيجيبه في الامتحان بثلاث درجات او بدرجتين اساسا. مش هينفع طبعا تقعد تلغي الكلام الكتير اللي عندك ده كله. ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني ربنا ييسر وفي مذكره على بكره معاكم باذن الله. ماشي انتوا عندي دلوقتي حاجتين، مذكره المينرالز واللي فيها السيتوكروم بي 150، وليكم كمان عندي السكيما بتاعت العمل. طبعا مذكره العمل دي كامله من الجلد للجلده تكون حافظها صم تمام. ومعانا كمان السكيما ان شاء الله هنزلها لكم تبقى موجوده، حتى لو مش هياخدها في اليومين اللي جايين كده كده السكيما مش هتحتاجها في يوم العمل. هو انت خارج من امتحان الفيزيولوجيا في اي امتحان تعدي على المكتبه هتاخد الورقه بتاعت السكيما فيها الطلاب مكتوبه ومكتوب تحت